الفرص لما بيكون هم عايزين لو طار مارتينيز بس يبوظ لهم اللعبه. ايوه ايوه فاهم. هم عايزين حاله لا توفيق اذا اصابت الخط الامامي، ووارد انها تحصل في اي مباراه كبيره، في اي مباراه لعيب يبقى في الاوف داي بتاعه، فانك حاله لا توفيق لما بيجي لك، لما يكون عدد الفرص قليله فجات لك كورتين او ثلاثه خلال المباراه، وانت ده متعود عليه دايما ان عندك خط امامي قادر على انهاء الهجمات بشكل جيد. بنتكلم على اوليفييه جيرو، عثمان ديمبلي، كيليان امبابي، حتى جريزمان، بنتكلم على لعيبه كلها عندها القدره على التسجيل من مختلف المواقف، ولعيبه مش متشابهه. جريزمان قادر يتواجد شادو سترايكر، يتواجد في مراكز صناعه اللعب، يتواجد على الجناح، عثمان ديمبلي بيشتغل في الجانب الايمن والجانب الايسر، كيليان امبابي مش محتاج اقول هو بيلعب فين، اوليفييه جيرو قدرات مختلفه كبروفايل كلاسيكي، عندهم قدرات متنوعه قادرين يوصلوا لمرحله الانسجام. المنتخب الفرنسي هو عشان كده نادرا اما بتلاقي ان العدد الاهداف المسجله اعلى من الاكس جي بكتير، وده حاصل النهارده، او الاهداف المسجله اكتر من الاهداف المتوقعه او كما نرمزها يعني الاكس جي، نلاقي انه تم تسجيل 3 اهداف والاكس جي كان 1.3، يعني بتتكلم على رقم مرعب على صعيد الانهاء. فبنتكلم على اللاين اب الاساسي للمنتخب الفرنسي، طبعا طبعا بالجوده دي صعب جدا يتم ايقافه، لانه هتقفل على مين ولا مين، خاصه ان هم مش بس اسماء جيده، لا هم كبرفورمنس كاداء لا هم قاعدين بشكل جيد. هو قادر ديدي ديشام انه ينتزع الكواليتي الافضل، قادر يحقق مخرج او اوتبوت جيد من هذه المجموعه بالشكل اللي يرضي طموحات جماهير المنتخب الفرنسي، سواء اللي كانت بتنتقد ديشام او الجماهير اللي كانت بتؤيد ديشام، خاصه بعد تتويجه بكاس العالم 2018. خلينا ما ننساش نقطه مهمه جدا جدا، لما توج المنتخب الفرنسي بكاس العالم 98 كانت الصدمه في 2002 والخروج بشكل كبير جدا، لان عمليه التدوير واعاده التاهيل واعاده تصغير معدلات الاعمار ما تمتش بالشكل الجيد من 98 ل 22 ل 2002، فبالتالي حصل الديكلاين والخروج الصادم في الدور الاول في مونديال 2002. ايه اللي عمل ديدي ديشام؟ انه قدر يشتغل. طبعا الكره الفرنسيه فيها عدد كبير من المواهب وشغالين على مشروع كبير من لاكثر من 20 سنه، عدد مواهب كتير جدا سواء الاصول الغير فرنسيه وحتى اللاعبين الفرنسيين، لكن تيجي انه ايه اللي عمل ديدي ديشام؟ قدر يعمل عمليه التدوير بشكل ممتاز جدا جدا، بقى عنده لعيب زي كريزمان موجود من النسخه الماضيه، عنده بقى عنده عثمان ديمبلي، عنده لعيب زي كيليان امبابي، اوليفييه جيرو قادر انه يعمل ده. علشان كده كانوا احنا كنا ممكن نعول في بعض المنتخبات لما فقدوا لاعب او اثنين تاثروا بشده ما قدروش يغيروا ده. المنتخب البلجيكي مثلا على سبيل المثال قدر انه ينهي النسخه الماضيه في المركز الثالث، لكن اين المنتخب البلجيكي؟ ودع من الدور الاول. ليه؟ لانه ما عملش عمليه التدوير، ساب نفس العناصر اللي لعبت 8 او 9 عناصر من اللاين اب الاساسي اللي لعب في المونديال اللي فات وخد المركز الثالث، ساب المعدلات الاعمار ارتفعت دون ان يحدث عمليه التطوير، لان المثال المتشابه روبرتو مارتينيز موجود من النسخه الماضيه حتى هذه النسخه، ديدي ديشام موجود من النسخه الماضيه حتى هذه النسخه. ولكن اشتغل ازاي؟ اشتغل ازاي خلال المشروع؟ الناس بتبص دايما على المباراه والتكيف والادابتيشن اللي عامله المنتخب الفرنسي جوه البطوله وتدرج في المستوى وارتفاع معدلات الاداء وارتفاع الرضا العام عن المنتخب الفرنسي جوه البطوله، لكن الناس ما سالتش هو من مونديال 2018 ل 2022 بص كام لعيب جديد في المنتخب الفرنسي.